احنا الان فيضة قرب ام المصران. فيضة هذه السمك نبي نطلق صراحنا الحين في وادي نمار، طبعا فيها ذكور فيها اناث، هذه الحرسين. هذا سد وادي نمار، هذا البط، وهنا انواع الاسماك، انواع الاسماك، بلطي، حرسين، انواع واشكال. وهذا سمكنا شايفينه نبي نطلقه، هذه حرسين ذكور واناث، لاني مسافر لم بريطانيا وما في احد يعتني فيهن، فقلت افضل مكان اطلقن هنا، وبعدين حرسين، وفيها انواع هنا من الحرسين. هو سمك صغير تراه، ما يكبر. بدول برا يحطون رجلينهم كذا، تشوفون السمك اللي يعني يدغدغ الرجلين ياكل بعض الجلد الميت بالرجلين، اللي بدول اسيا هذا هو موجود ترى هنا بالمويه هذه، ما يكبر، هذا اخر حجمه كذا يمكن. هذا البلطي شايفينه كبير البلطي. طيب انا يا اخوان اكون معكم صريح، بسوي لي سناب بسبب ضغط بعض الاخوان، قال يا عبيد لهم 3 سنين هم يقولون يا اخي سووا سناب سووا سناب. قلت يا ناس انا طبع شايب ما اعرف له، سويت واحد ولا عرفت اضبطه. قال واحد من الاخوان انا متطوع، انت بس ارسل لي وانا انزل للناس، ارسل لي مقاطعك اليوميه. قلت اخاف فيها فضايح، او انها تراني على البساطه على الطبيعه على السليقه يعني. قال ازين شيء ابد يا عبيد، والله افضل لك واحسن لك. واحد جزاه الله خير مسك حسابي بتويتر ومجتهد ما شاء الله عليه، وهذا قال بمسك حسابك يا عبيد في اسناب. قلت خلاص يعني ارسل اي مقطع، وذا قال ارسل اي مقطع. يعني لذلك يا اخوان لا تواخذون ان حصل خطا ولا زله، تراني على السليقه ولا اعرف يعني اتميلح على قولتهم اتضبط ما اعرف، لكن يومياتنا عن البيئه عن حياتي ممكن الشخصيه. وادعوا لنا باكر ان شاء الله، انا متوجه الى دمبرا، الله يستر لا تدمرنا دمبرا، وايضا كلاسكو في بريطانيا عند زميلي وحبيبي الدكتور عبد الله العوني، ولد عمي طبعا اخذ شهادة الدكتوراه. وهذا اللي تشوفونه الغطاس، شفتوه او دجاج المنار، يا سلام حركات، احسن شيء الصدفة بالتصوير ازين شيء. وهذا السمك استنسات، خلها يستانسن هنا ازين لهم من هالحوض الطيب. يلا راحت وحدة تصدق؟ لا ما راحت وحدة، خلها راحت الى برا، السلام والامان. وهذه ها روح، الله الله، تعالي تعالي اوريك، تعالي تقول لخويتها تعال وناسه ابرك من عبيد وقفصها لما لسنع. يلا ها شاف قاعد يلعب قاعد يسوي حركات، وهذا مندس كني ما اشوفه. اها بقى شيء؟ لا تصدق ما عاد بقى شيء، بقى الحصى بس حقه، بعدين عاد تجيب سمك ثاني روح. شوف لا والله مستحيات، ما يبين يدخل مع الثانيات، روح ندخل. هذه اليمين انثى واليسار ذكر صغير، هذا نوع من الحرسين. وهذا حقنا هذا قاعد يلعب معه يفحط كذا حركات، وريهن وين هو مره ادري المويه ترى الشمس. وهذا البلطي حلاله، لو معنا خبز كان عطيناه. بكره ان شاء الله متوجه الى جلاسكو، لكن والله واقسم بيات ربي اني حزين. صح انها رحله سياحه، لكن والله واقسم بيات ربي اني حزين على مفارق وطني، وعلى مفارق اغلى شيء امي، لكن ان شاء الله بجي. الله يخليك لنا يا الوالده يا العزيزه، الام والاب شيء ثاني، هم اللي فعلا تفقدهم، والاهل الاهل شيء اخر، والوطن شيء اخر.
مهما غرتك الطبيعة إلى آخره، ما مثل بلدك مهما كان. واسألوا إخواننا في العراق وسوريا الحبيبة وليبيا وبعض الدول اللي تغربوا وحنوا إلى العودة إلى بلادهم. أسأل الله أن تعود بلادهم كما كانت وأحسن يا رب. وهذا بعض الناس يذب وما يدري، هذه ناخذها يلا ناخذها ونرميها هناك. الله الله، يوم جيت عاد بسافر أبودع هالبلد بلحن قديم. سافر وترجع يا حبيبي على خير، واشوفكم عقب السفر بالسلامة. مهوب السفر كذا، لا ما تقول السفر، قل السفر أو السفر كذا عشان تصير كنك صدقي. الله الله، يا سلام يا سلام. وادي نمر، هذا البطلية طلقناه قديم، وانواع الاسماك، يا سلام. اسمع عصافير حركات، شوف كمية الاسماك، شوف شوف شوف، بلطي حرسين كل شيء. يلا بأمان الله يا بطة، تعالي لي يا بطة، مع السلامة. ألقى مثلكم إن شاء الله ببريطانيا. هذه حقتنا اللي توه طلقناها، تجمعن عليها الحرسين، طبعا لونهن شب، يقولون يا ولد هذه بيضة ما هي مثل حقتنا، شوفوا شو يزينها يزينها. هذه تدلع، شوف شوف شوف، استحت مدري وين راحت.